تصفيات جسدية وفوضى مسلحة وحرب عصابات، هذا ما يحدث في فرنسا وتؤكده وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة لوفيغارو، حيث تشهد مدن البلاد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الجريمة المنظمة، فيما تؤكد لوفيغارو أن التطورات الأمنية المتسارعة في بلد الجمال والأناقة كما يوصف ليست إلا جزءا من حرب سرية لتصفية الحسابات بين العصابات المسلحة تسفر عن وقوع ضحايا مدنيين. وبلغة الأرقام فإن البلاد شهدت نحو 500 حالة قتل أو محاولة للقتل خلال عام 2020 بحسب تقرير للمديرية المركزية للشرطة القضائية، معطيات تنذر بأجواء في فرنسا تعيد إلى الأذهان الغرب المتوحش في أمريكا وفقا للصحيفة نفسها. وبحسب تقارير الشرطة فإن جيلا جديدا من رؤساء العصابات الناشئين ليست لديهم قواعد ولا بوصلة واضحة، ويمزق بعضهم بعضا بلا خجل، وأغلب ضحاياهم من الشباب. وكان لأزمة تفشي جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق لحدود البلاد أثر واضح في إثارة موجة العنف التي تقودها العصابات منذ العام الماضي نتيجة تعثر تجارة الممنوعات والمخدرات، ليعاود المجرمون نشاطهم ويضعوا عددا من مشاريعهم قيد التنفيذ. ووسط اتهامات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول تصدير أزماته الداخلية عبر كيل الاتهامات العنصرية وإطلاق التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين في إطار إثارة الكراهية ضد هذه الفئة المستهدفة، بالتزامن مع اتخاذه إجراءات لتضييق الخناق على الحريات داخل البلاد، فإن تقارير الشرطة والصحافة الفرنسية خلت من وجود أي نشاط إجرامي للمسلمين المقيمين في البلاد، وهو تأكيد لتصريحات أطلقتها سابقا اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للأمم المتحدة التي دعت باريس للاستفادة من ثقافة المسلمين الرافضة للعنف والداعية للسلام.